يعني كان احنا عندنا مره ذكر ذكر لفظي، يعني مره واحد يقول لا اله الا الله بلسانه، واحد مثلا يدعو الله بلسانه يا رب ارزقني، واحد لا يدعو الله بعرقه بلمس حاته ويشق بالارض والعرق يتساقط منه، شايل لك شيله ثقيله وطالع بالشمس يكتشف من اجل عائلته والعرق ماخذه، نعم مشيه وحركته بالشمس وطلب القوت لعيال، هذا عباده، هذا ذكر لله، لكن ذكر عملي، ذاك ذكر لفظي مبلي وهذا ذكر عملي. يعني مره اقول ارزقني بلسان، ومره لا والله اجي واحد قال انا عندي نذر للمتوكلين، لمن انطيه؟ قالوا له انطيه للفلاح، لان هذا متوكل على الله، يشق الارض ويذب الحبه ويهدى عليها ما يروح، ما متوكل على الله، يدري ان الحبه راح تطلع ما تطلع، يصير بياناتي توكل على الله وراح. هؤلاء هم المتوكلون، زين؟ هذا توكل عملي، نبالي. مره واحد يقول توكلت على الله، ومرة لا، واحد يتوكل على الله عمليا، يعني أنا عندما أشق الأرض وأفلحها وأسقيه أنا متوكل على الله، توكل هذا عملي، نوع من أنواع الذكر، نوع من أنواع العبادة، الذكر عبادة وهي نوع من أنواع العبادة. زين، إذا شنو معنى الآية؟ كأن معنى الآية تقول الذين يذكرون الله قياما، واحد يشتغل وهو واجب، شغلته وهو واجب، ويعمل وهو واجب، يناوش يمشي ينتقل، واحد شغلته وهو جالس يقعد هو جالس يشتغل، واحد هو مطلع ينام له تحت جهاز يصلحه تحت ماكينه يصلحها، نعم وهو مطلع. هيقول هذا العمل بكل اقسامه عباده، هذا ذكر لله، مره الانسان يذكر الله يعمل وهو واقف، مره يعمل وهو مطلع، مره يعمل وهو نائم، لأن الإنسان ما يأكل شيء أفضل من كد يده، ما أكل ابن آدم طعاما أفضل من كد يده، أنه يتعب، لاحظة هسه تعبه ويشتغل بحقل من الحقول الفكرية. أنا أكثر من مرة ذكرت الله يسعد، يعني عندنا واحد كان من فقهائنا الله يغمد له رحمته، هذا إذا ترعش أبو 80 85 إذا هالشكل ترعش ما يقدر يمسك القلم بها، منحني يجي مطلوب طبق، الله يعلم مطلوب طبق، أكباس الكتب قدامه وإيده ترعش يشد القلم بيده شد، شايف؟ شد الهياب القلم بيده شد الشكل، ما يقدر يمسك بعصا، هذه ما يقدر يمسك بها، فالقلم ولا أنا ومنحن الله أنا رضي دور أكثر من الله، صاحب الذريعة، رجل جليل، مدر هذا، خلت لي أكثر من مرة لاحظ المعنى. اتامل هذا مولانا درجه يمه كل ساعه متناوش لك كتاب وبين اكتاب وانت انت الانتاج رائع في كل كتاباته، عمل يعرق ينتج يعني بالوجود الى طعمه، هذا الى اثر بالوجود، اصلا ما تطب ويطلع من الوجود اصلا ما الى طعمه، هذا الى طعمه، الى شيء اغنى الوجود، اعطى شيء للوجود، فلاح عن الاعطى صنع الحياه، انماطك من الناس يصنع يعمل ينتج، تعرف حياته بيها جدوى بيها عطاء، ها؟ هذا الواقع ذكر من أعظم أنواع الذكر.